بدأنا بالكلام عن قضية الموسيقى والغناء وحكمهم الشرعي، وكلمنا عن المبادئ العامة اللي هنشتغل بيها. فخلونا نبدأ ندخل في الجد النهاردة ونتكلم عن الأدلة بالتفصيل، وخلونا نبدأ بالأدلة من القرآن. بداية خلونا نرجع للأصل. إيه أصل حكم الشرع في الأصوات عموماً؟ ربنا سبحانه وتعالى وهبنا 5 حواس: سمع والبصر والذوق والشم واللمس، وسائل لإدراك الأشياء والتمييز ما بينها. ومن أعظم الحواس اللي أنعم ربنا علينا بها هي السمع والبصر، عشان كده ميزهم عن باقي الحواس مع العقل بأن ربنا امتن علينا بيه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والأصل في النعمتين دول السمع والبصر، الأصل فيهم هو الإطلاق وليس الكف. يعني إيه؟ يعني الأصل إنك تسمع كل شيء وتنظر إلى كل شيء إلا الحاجات اللي ربنا حرم عليك تسمعها أو تشوفها. فلو جينا للسمع، أنت بتقدر تسمع كل الأصوات وتميز كمان ما بينها، وتعرف إيه الصوت الحلو اللي بتطرب ليه وإيه الصوت القبيح اللي بتنفر منه. فتحب تسمع صوت البلبل مثلا وتنزعج من صوت الحمار مثلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومحدش بيسمع حاجة ويقبل عليها إلا لأن فطرته بتستحسنها وبتستلذ بيها، سواء كانت غناء أو موسيقى أو قرآن أو أذان أو تواشيح إلى غيره. وبتنفر طبعا من الأصوات اللي بالعقل وبالفطرة بنستقبحها، هي حاسة زي حاسة التذوق مثلا اللي بتخليك تميز بين الحلو والمر، والبصر اللي بيخليك تميز بين النور والظلمة. فمن الناحية دي انك تقول ان الشرع حرم الموسيقى والغناء في المطلق كده كحاجة بتتلقاها بحاسة من حواسك، يعني لما تقول ان الشرع حرم صوت من الأصوات فانت عامل بالظبط زي ما تقول ان الشرع حرم النظر الى لون من الألوان، حرام تبص للون الأحمر مثلا، ينفع؟ عامل زي ما تقول ان الشرع حرم ريحة من الروائح، حرام تشم ريحة البطيخ مثلا، ينفع؟ فضيف على كده انك تحرم حاجة ربنا ركب في فطرة الانسان انه يحبها ويتأثر بيها. والفطرة اوضح ما تكون هتلاقيها في الاطفال. هل في طفل لا يطرب لاي صوت فيه ايقاع؟ طيب ربنا ركب في فطرتك حب ده، وبعدين حرمه عليك عشان يعذبك؟ يعني مش منطق. ضيف على ده الواقع اللي عايشين وشايفينه من ان العلم اثبت اثر الموسيقى على الحالة النفسية للانسان، وانها بتؤثر ايجابيا في علاج بعض الامراض، بل بتأثر على الحيوانات حتى، الحاجة اللي عرفها العرب من قديم الأزل، عشان كده كانوا بيغنوا للإبل اللي هو اسمه الحداء. والنهاردة في مزارع ألبان بتستخدم الموسيقى لأنها بتساعد الأبقار على إضرار اللبن، بل النحل كمان من أكثر المخلوقات اللي بتتأثر بالموسيقى. ده واقع عايشينه وشايفينه، فمش من المنطق أبدا إن حد يقول إن اللي خلق كل ده ونظمه بالشكل ده جاي بعد كده حرم الغناء والموسيقى. فبالمنطق كده الطبيعي إن يكون الأصل في الموسيقى والغناء إنها حلال، لأنها موافقة لفطرة الله سواء في البشر أو حتى الحيوانات. الأصل إنها حلال إلا لو توافر دليل شرعي حقيقي يقول عكس كده، بأنه يحرمها على الإطلاق أو يأيدها تفضل حلال بس لها شروط مثلا. إنما نيجي نشوف في القرآن نلاقي العكس، إن القضية مش قضية إباحة مجردة، قضية السماع عموما. فنلاقي إن في حالة القرآن مثلا الموضوع تخطى الإباحة المجردة للأمر المباشر بالاستماع والإنصات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طب والشرع فضل إن القرآن يقرأ إزاي عشان يكون أوقع في نفوس الناس؟ فضل تحسين الأداء والتغني به، ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: زينوا القرآن بأصواتكم. بكرر احنا هنا بنتكلم عن توظيف حاسة السمع عموما، بتسمع ايه مش عن حكم الموسيقى. بسبب اهمية الحاسة دي ربنا ما تركهاش لمجرد الاباحة بس، ولكن امر وفضل الاستماع لحاجات معينة، منها القرآن ومنها الذكر والعلم واحسن القول عموما: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بشر مين؟ اللي بعد ما يسمعوا بينقوا ويختاروا احسن وافضل اللي سمعوه ويتبعوه. وقصاد دول ربنا ذم سماع اللغو والانشغال به ونزه عباده عنه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والكلام هنا عن لغو المعرضين عن الحق عموما اللي كانوا بيؤذوا المؤمنين وبيشوشوا على سماع القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واللي النهاردة الواحد منهم بيجي يفتح معاك موضوع مثلا عشان يتحول لخناقة أو جدال طويل يضيع بيه وقتك، ويدور لنفسه على انتصار عبيط لمجرد أنه يقدر يغلبك في الكلام مثلا ويقولك قصفت جبهته، لا ده ما تضيعش وقتك معه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل اللغو ده حد أصلا يحب يسمعه؟ أنت بتنفر منه بالفطرة، هو قبيح في ذاته، تطاول على الله ورسوله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لحظة، حد يسألني يقول لي
هو يعني ايه اللغو اساسا؟ اللغو لغه هو الكلام الغير مفيد، ما لا ينفع من الكلام. ايه ده؟ يعني احنا ما نتكلمش الا بقال الله وقال الرسول بس، اي كلام تاني حرام؟ لا طبعا، المحرم بس هو الكلام اللي لا ينفع وفي نفس الوقت بيضر، في تطاول على الله، في تطاول على الشرع، في حرب على دين الله، بيعطلك عن حاجه تانيه اهم وافيد وواجبه تعملها دلوقتي، مش اختيار يعني. لكن فيما عدا ذلك ربنا تجاوز عن كتير من اللغو الغير مؤذي، لاننا كبشر مش روبوتات، ما نقدرش كلامنا كله يكون مفيد وبس، نقدر نحاول على قد ما نقدر يعني، بس مش هنقدر نحقق ده، وربنا اللي خلقنا كده وعالم بضعفنا. خلاصه الكلام هنا ان سماع اي صوت او محتوى عموما يعني سكت عن حكم الشرع انه مباح، سواء كان صوت انسان او حيوان او آلة، وما دام كده ما دام الاصل فيها انها مباحه تبقى اكيد من الطيبات، خصوصا وان الفطره ما بتنفرش منها بل بالعكس بتتلذذ به. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. أما الحاجات اللي حددها الشرع وقيدها فدي اللي حرام، لأن الشرع حرمها بالإسم بشكل واضح لا يدع مجال للتأويل أو الاختلاف في الرأي. هتلاقي عندك نص فيه نهي مباشر عن فعل معين، ده كله بشكل عام. فتعالوا نتكلم عن الموسيقى والغناء تحديدا ونشوف اللي حرموها عملوا ده استنادا على إيه وعلى أي أساس. القضية محل نزاع طول عمرها، في ناس حرموها تحريم مطلق وقصادهم ناس أباحوها بشكل مطلق، وناس حرموا الموسيقى بس وأباحوا الغناء، وناس أباحوا بعض آلات الموسيقى وحرموا الباقي كله. وما دام وضحنا قبل كده إن الأصل في المسألة الإباحة، يبقى مش محتاجين نناقش آراء اللي أباحوا، هنركز على الآراء اللي حرمت ونشوف أدلتها إيه. لو فردنا الأدلة كلها قدامنا هنقدر نفرزها لأربع أنواع: أدلة صريحة فيها نهي مباشر ولكنها للأسف غير صحيحة من ناحية السند، ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، فدي مالناش دعوة بيها فحكم العدم، وأدلة صحيحة من ناحية السند ولكن ما فيهاش نهي صريح وواضح يثبت التحريم، واللي دقق فيها ويمحصها ما يلاقيش نهي اساسا، فهي لا تثبت شيء في الحاله دي. وناس استدلوا بان في اجماع بين الاراء الفقهيه على التحريم، لكن اللي يدور ورا الادعاء ده ما يلاقيش اي دليل على وجوده، وناس استدلوا بادله تانية متنوعه غير دي. فخلونا نبدا النهارده نناقش اصح الادله واللي هي من القران طبعا، ونشوف هل تثبت التحريم ولا لا. هنلاقي عندنا خمس ايات بيستدل بيها دايما في القضيه دي. الايه الاولى قول الله سبحانه وتعالى لابليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في ناس فسروا الآية وقالوا صوت الشيطان هو آلات المعازف والغناء، واستدلوا برواية عن مجاهد قال فيها في تفسير الآية: واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال بالمزامير، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال كل راكب ركب في معصية في خيل إبليس، وكل رجل في معصية فهو رجل خيل إبليس. طيب يبقى الفكرة كلها قايمة على الرواية دي، يبقى محتاجين نشوف مدى صحتها. تيجي تشوف تخريج سند الرواية تلاقيها لا تصح عن مجاهد أصلا، يعني مفيش دليل أنه قال الكلام ده أصلا، ولكن تعالوا نفترض جدلا أنها صحيحة وأنه قال الكلام ده. فهل ده معناه أن الآية بتحرم المعازف لأن المزامير صوت الشيطان اللي بيستفز بيه الناس لمعصية الله؟ لا. ليه؟ لثلاث أسباب. أولا، كلام مجاهد لو افترضنا أنه قاله لا يخصص عموم الكتاب والسنة، لأنه رأي شخصي غير معصوم مش نص شرعي، كلامه مش وحي يعني. تاني، ده بافتراض أنه قاله. طب برضو يعني إيه لا يخصص عموم الكتاب والسنة؟ يعني هل في الكتاب وصحيح السنة حاجة بتقول أن صوت الشيطان هو المزامير؟ لا. طب هو جابها منين؟ بيوحى ليه؟ لا. يبقى مجرد رأي شخصي غير ملزم، مش حكم شرعي. ما ينفعش اخد رأي شخصي بلا دليل شرعي واقول ان ربنا بيحرم كذا، ده يبقى كذب على الله سبحانه وتعالى ايا كان اللي قاله مين. مجاهد كان تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن، بس الكلام ده ينطبق حتى على ابن عباس نفسه لانه بشر غير معصوم ولا يوحى اليه، فلازم اي رأي يقوله عشان يكون ملزم يكون مستند لدليل من الكتاب والسنة، والا يبقى رأي شخصي له كل الاحترام والتقدير ولكنه مش حكم شرعي. ثانيا، ما بنقولش ان كلام مجاهد غلط برضه بافتراض انه قاله، ولكن الغلطة في حصر معنى اللفظ في تفسيره ده، لان مجاهد نفسه روي عنه روايات تانية قال فيها ان صوت الشيطان هو اللعب واللهو او اللهو والغناء، اللي هو تفسير أعم من حصر الكلمة في المزامير تحديدا. والأحسن والمنطقي أكتر هو تفسير ابن عباس نفسه اللي قال إن صوت الشيطان هو كل داع دعا إلى معصية الله، اللي برضه بالمناسبة لم يثبت عن ابن عباس إنه قاله، بس التفسير منطقي أكتر وما بيخصصش حاجة عممها القرآن. وفي من التابعين من فسرها بإن صوت الشيطان هو دعاؤه إنه يدعو الناس إلى المعصية، عشان كده ابن جرير لما استعرض الآراء قال إن أولى الأقوال بالصحة في تفسير الآية أن يقال أن الله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته وخلافا للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له
واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فده التفسير المنطقي الواضح المباشر واللي ماشي مع سياق الآية والمفهوم من معنى كلامها. تالت حاجة بقى، سياق الآية ما بيذمش الصوت في ذاته في المطلق كده، لا بيذمه لأنه منسوب للشيطان. يعني الذم لاستخدام الشيطان للوسيلة دي مش لأنها وحشة في ذاتها. الشيطان ممكن يستخدم حاجة حلال عشان يفتن بها الناس ويصدهم عن سبيل الله، فهل ده يحول الحلال لحرام ولا استخدامه في الحرام هو اللي غلط؟ طب لو الآية دي بتحرم الموسيقى بناء على رأي منسوب لمجاهد، طب ما هو نفس الآية بتقول إن الشيطان هيستخدم الخيل مثلا، فلو هتحرم الموسيقى بناء على الرأي ده يبقى ركوب الخيل حرام، فهل ركوب الخيل حرام لأنها من أدوات الشيطان؟ تاني آية معانا وهي الأشهر، يا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قالوا إن مجاهد فسرها وقال إن لهو الحديث هو الطبل، وده مفيش دليل عليه. مجاهد قال اللهو هو الطبل مش لهو الحديث هو الطبل، ده من ناحية المتن. من ناحية سند الرواية اللي نسبت ليه إنه بيقول كده هنلاقيها برضو في منتهى الضعف، مفيش دليل إنه قال كده أصلا. وبرضو عندنا هنا نفس الإشكالية بتاعت منين مجاهد بافتراض إن حتى لو الرواية صحيحة منين عرف إن لهو الحديث هو الطبل؟ هل في آية تانية في القرآن قالت كده فعرف منها؟ هل في حديث صحيح قال كده فعرف منه؟ طب هل يوحى إليه؟ لا، يبقى مجرد رأي شخصي غير ملزم وليس حكم شرعي. وفوق كده مفيش حد بيتكلم عربي أو بيفهم عربي هيقول إن لهو الحديث هو الطبل أبدا. إيه علاقة الطبل بلهو الحديث، الكلام، اللعب بالكلام؟ طيب ده رأي. عندنا برضو رواية صحت عن ابن مسعود فسر فيها لهو الحديث بالغناء اللي هو تفسير منطقي أكتر، ولكن مع صحة الرواية برضو هنسأل هنا نفس السؤال. عبد الله بن مسعود مع كل الاحترام والتوقير عرف منين إن لهو الحديث هو الغناء؟ هل في آية قال كده؟ هل في حديث قال كده؟ هل بيوحى إليه؟ لا. يبقى رأيه الشخصي الذي يحترم ويقدر ولكنه مش حجة على الشرع. يبقى احنا عشان نعرف معنى اللفظ نفسه اللي المفروض ما هو السر والناس اللي نزل القرآن يخاطبهم بالألفاظ دي كانوا فاهمين معانيها كويس، نعرف ده منين؟ من معاجم اللغة العربية. فخلونا نرجع للمعاجم ونشوف يعني ايه لهو اصلا. هنلاقي ان اللهو هو كل ما يشغلك عن غيره، كل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك. وده نطاق واسع جدا يدخل فيه الحق والباطل والحلال والحرام. لكن عشان نفهم معنى اللفظ ده في القرآن تحديدا محتاجين نشوف الكلمة دي استخدمت ازاي في عموم القرآن. هنلاقي اللهو دايما مرتبط بالدنيا ومتاعها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني اللهو مش هو الغناء، لا، الغناء شكل من أشكال اللهو الكثيرة أوي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالوصف ده فعلا لما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. احنا بنتكلم على فرح، فطبعا لما نتكلم عن لهو في السياق ده هيكون إيه؟ غناء ومعازف. العريس والعروسة مش هيلعبوا استغماية مع بعض، ولا المعازيم هيقسمهم فرقتين ويلعبوا كورة عشان نقول إن في لهو تاني غير الموسيقى والغناء في فرح. طب هل اللهو في العموم شرعا حرام؟ لا، الأصل فيه إنه حلال ما عدا أشكال حددها الشرع وحرمها بنصوص واضحة وصريحة. ومش بس الأصل إنه حلال، لا، ده أحيانا بيكون مستحب ومندوب، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي لسه قايلينه لما اقترح إن الزفاف يكون فيه لهو لأن الأنصار بيحبوا ده. بل أحيانا اللهو يتحول لواجب مش مجرد مباح أو مندوب، زي الرماية مثلا أو الرياضات القتالية. في الوضع العادي الطبيعي هي لهو مباح، لكن في حالات الحرب مثلا تتحول لواجب. طب إيه هي نماذج اللهو اللي حرمها الشرع مثلا؟ القمار، ما هو ده لهو. يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شوف هنا نهي صريح، ما سبكش أنت تخمن، لا، قال لك فاجتنبوه هل أنتم منتهون؟ ما ينفعش تقطع بحرمة شيء على الإطلاق من غير نهي واضح بالشكل ده، غير كده هتبقى المسألة خلافية وخاضعة للآراء اللي كلها غير ملزمة، وكل واحد ياخد بالرأي اللي أقرب لقلبه وعقله من غير ما يلوم على غيره لو أخد برأي تاني. يعني مثلا ممكن يكون عندي شكل من أشكال اللهو ما عنديش نص واضح فيه نهي خاص بيه فنقول إنه حرام، بس اللهو ده اللي الأصل فيه إنه حلال لو مارسته بشكل أدى إلى إني أسيب شيء تاني واجب وفرض علي أصبح حرام، ولو مارسته بشكل اتسبب في إن أعمل حاجة تانية حرام أصبح حرام. فخلونا نرجع للآية. الآية بتقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أولا، هل الآية فيها أمر أو نهي؟ لا. طب الآية بتقول إيه ببساطة؟ بتقول في ناس بيشتروا لهو الحديث اللي قلنا حسب تفسير ابن مسعود إنه الغناء. طيب ابن مسعود قال إن الغناء حرام؟ لا، قال لك بس إن لهو الحديث يساوي الغناء لا أكثر ولا أقل.
طيب هل المشكلة هنا ان هم اشتروا لهو الحديث؟ لا، المعلومة التانية اللي في الآية ان هم اشتروه عشان يستخدموه في الإضلال عن سبيل الله والاستهزاء بالدين. ايه الحاجة اللي مفيش خلاف على انها حرام طبعا؟ يبقى المشكلة اللي بتكلم عنها الآية شراء اللهو عموما في المطلق ولا استخدامه في الحرام؟ لما اقول لك ومن الناس من يعصر العنب ليصنع منه الخمر، هل تفهم من الجملة دي ان العنب حاجة وحشة ولا ان استخدامه في صناعة الخمر هو الوحش؟ يبقى الإشكالية اللي ربنا بيكلمنا عنها هي الاستخدام المحرم لحاجة الأصل فيها انها حلال، مش ان الحاجة دي في ذاتها حرام في المطلق. طب ايه هي الحاجة دي؟ لهو الحديث. ده زي ما قلنا ما ينفعش يكون الطبل زي ما قال مجاهد، ولا ينفع يكون اي آلة موسيقية عموما. ده لهو حديث، كلام، يعني هيكون يا اما غناء يا اما قصص يا اما شعر يا اما نثر، اي شكل يلهي عن طريق الكلام. منها النهاردة برامج التوك شو اللي بتطلع كل يوم بهدف التأثير في الرأي العام وتوجيهه في الطريق اللي يخدم مصلحة اللي بيمول البرامج دي، سواء كان نظام سياسي في بلادنا أو شركات ضخمة في الغرب مثلا. أهو ده لهو حديث حد اشتراه وصرف عليه لهدف، ممكن يكون الهدف ده الصد عن سبيل الله لما يكلمهم عن إصلاح الخطاب الديني مثلا، وهو قصده تحريف الدين وإزاحته عن المجال العام في حياة الناس أصلا. دي الحاجة اللي الآية بتتكلم عنها. لكن هل البرامج دي مش ممكن تستخدم في دور مفيد؟ مش بس حلال بل واجب، بأنها تمارس دور إعلامي حقيقي يفتح عيون الناس على الدنيا بيجرى فيها إيه من حواليهم؟ أكيد ممكن. فكلام ابن مسعود هنا بحكم أنه عاش تجربة الدعوة الإسلامية من بدايتها وشاف المشركين كانوا بيعملوا إيه في مكة للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فده اللي كان يقصده. المشكلة عمرها ما كانت في اللهو، ولكن في استخدامه في الحرام. عشان كده اللي يقول لك دليل تحريم الغناء والموسيقى قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ده عامل بالظبط زي اللي بيقول لك ربنا نهانا عن الصلاة في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة. ما بيكملكش الآية عشان تفهم هي بتقول إيه. الآية ما فيهاش حكم شرعي لشراء لهو الحديث ولا نهي عنه. الآية بتتكلم عن استخدام لهو الحديث في الإضلال عن سبيل الله، اللي هو أساساً حاجة مش بس حرام، دي تخرج من الملة أساساً. والدليل سياق الآية، كملها وشوف بعدها إيه. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الشخص اللي بيصرف أمواله للإضلال عن سبيل الله ولو سمع آيات الله بيتكبر ويتولى عنها، دي صفات حد مسلم؟ اللي بتتكلم عنهم الآية وفهموا ابن مسعود هم نفس الناس اللي قال عنهم ربنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فخلاصة الكلام في الآية دي إنها بتقول إن من يشتري لهو الحديث سواء كان غناء أو شعر أو حكايات أو تمثيليات أو مسرحيات أو أفلام إلخ، بهدف بنية بقصد الإضلال عن سبيل الله والسخرية منه، فدول ليهم عذاب مهين في الآخرة بس، لا أكثر ولا أقل. أما اللي يشتري لهو الحديث وما بيعملش كده ويستخدمه في أغراض تانية حلال، فالآية دي ما بتتكلمش عنه ولا تنفع تكون دليل على تحريم المطلق للهو الحديث، لأن ده يبقى كذب على الله سبحانه وتعالى، إلا لو عندنا دليل من آية تانية الحاجة اللي مش موجودة. تالت آية معانا قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا المكاء هو الصفير والتصديق اللي هي التصفيق، مالهم بقى؟ قال لك دول ربنا عاب على المشركين ان هم استخدموه، ولو كانوا حلال ما كانش ربنا ذمه. وبما ان آلات المعازف صوتها اشد من التصفير والتصفيق فهي اولى بالذم، تبقى حرام. فين المشكله هنا؟ نفس مشكله الايه اللي فاتت، ان سياق الايه واضح بيعيب الاستخدام مش الحاجه نفسها، يعني مش التصفير والتصفيق اللي حرام في ذاتهم في المطلق، لا، الايه بتذم ان هم كانوا بيعملوا ده في العباده. تخيل واحد بيصفر او بيسقف وهو بيصلي، ينفع؟ طب تخيل واحد بياكل وهو بيصلي، الاكل حرام؟ لا. طب ينفع ياكل وهو بيصلي؟ لا. المشركين كانوا بيصفروا ويسقفوا كوسيله للتقرب الى الله عند الكعبه، كشكل من اشكال العباده، وهي دي المشكله. ومش بس كده، دول كانوا بيعملوا ده وبيعلوا اصوات التسقيف والصفير وبيتنافسوا في ده مين صوته اعلى عشان يشوشوا على تلاوه القران عند الكعبه، ودي مشكله اكبر. وفي ناس قالوا ان التسقيف والتصفير ده من افعال قوم لوط، وده كلام بلا دليل، وحتى لو في عليه دليل، طب ما قوم لوط كانوا بيتنفسوا يبقى التنفس حرام. قوم لوط مشكلتهم في الشذوذ مش في كل حاجه كانوا بيعملوها. وفي ناس استدلوا بالحديث الصحيح اللي بيقول التصفيق للنساء فيبقى حرام على الرجال، وبيعملوا برضه زي بتوع ولا تقربوا الصلاه، لانهم ما بيقولوش بقيه الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح للرجال يبقى التسبيح حرام على النساء، وكمان بيتجاهلوا سياق الحديث ومناسبته. زي ما قلنا قبل كده مش هينفع تفهم حديث الا لما تعرف اتقال امتى وليه. حديث كان بيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تنبيه الإمام وقت صلاة الجماعة لو المصلين لاحظوا حاجة غلط فيها الإمام أو نسي، الرجالة ينبهوه بأن هم يقولوا سبحان الله، والنساء يسقفوا لو ما حدش من الرجال أخذ باله، لأن النساء صفوفهم بتكون في الخلف، فحتى لو سبحوا الإمام مش هيسمعهم.
لأنه لا يليق بيهم أنهم يصرخوا ويعلوا صوتهم عشان اللي في الصفوف الأولى يسمعوه، بس مش أكتر. فالخلاصة في الآية هنا إنها أولا ما فيهاش تحريم للتصفير والتسفيق في ذاتهم في المطلق. ثانيا اللي بيقول الموسيقى أشد فده قياس ما فيش عليه أي دليل أصلا. رابع آية معانا قوله تعالى في وصف عباده والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مجاهد قال لا يشهدون الزور يعني لا يسمعون الغناء، فده معناه أنه حرام. طيب محتاجين هنا نناقش نقطتين كالعادة. أولا الرواية، هل مجاهد قال كده فعلا؟ ثانيا لو كان قاله فإيه دليله؟ الرواية سندها ضعيف برضه، مفيش دليل أن مجاهد قال كده. طيب حتى لو قال كده والرواية صحت هنلاقي أن ده مش التفسير الوحيد للآية. في ناس قالوا أن الزور هنا هو الشرك، وناس قالوا الكذب، وناس قالوا المعاصي، وناس قالوا أعياد المشركين، وناس قالوا اللعب. طب إيه اللي يخلي الرأي اللي بيقول أن الزور هو الغناء أولى من كل الآراء دي؟ ثانيا لفظ الزور في الآية لفظ عام، ما ينفعش حد يخصصه ويقول أن يعني المقصود به كذا تحديدا إلا بدليل من كتاب الله وصحيح السنة. لو مفيش آية أو حديث صحيح بيقولوا أن الزور هو الغناء يبقى محدش من حقه يقول كده، ويبقى معنى الكلمة هو المعنى اللي في معاجم اللغة العربية واللي فهموا الناس اللي نزل عليهم القرآن وكان بيخاطبهم بألفاظ فاهمين دلالتها كويس. فالزور معناه في المعاجم هنلاقي انه تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل الى من يسمعه او يراه انه خلاف ما هو به. الزور هو التدليس، انك توصف الحاجة بغير صفتها عشان تغير حقيقتها في عيون الناس. عشان كده اسمها شهادة زور، لما الشاهد في قضية في المحكمة يكذب عشان يبرئ الجاني. يعني باختصار الزور هو شكل من أشكال الكذب، وده المعنى اللي هنلاقيه متكرر في كتاب الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالخلاصة مفيش أي دليل يقول إن الآية دي بتتكلم عن الغناء. الآية بتتكلم عن الكذب، واللي ممكن يكون غناء كلماته فيها كذب بتدلس وتغير الحقائق في عيون الناس، زي كتير من الأغاني اللي بتوظفها الأنظمة السياسية المستبدة عشان تضلل الناس وتخدرهم بمخدرات الوطنية المزيفة. ده زور بسبب ان فيها كذب مش بسبب انها أغاني. غير كده هنلاقي نماذج كتيرة لسماع الغناء الحسن وبإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبأمره أحيانا، واللي عمل كده خيار الناس من الصحابة فعلا واستماعا، وده هنفصله في حلقة لوحده بعد كده ان شاء الله. فالخلاصة ما ينفعش يبقى الصحابة استمعوا لغناء حلال ونيجي نقول ان هم استمعوا الزور، بل إن فعلهم ده دليل على إن تفسير الزور بإنه الغناء لا يصح أصلا. خامس وآخر آية معانا بيستدل بها على تحريم الغناء والموسيقى قوله تعالى وأنتم سامدون. قيل إن ابن عباس قال أن السمد هو الغناء باللغة الحميرية، وده دليل على التحريم لأن ربنا ذم الكفار إن هم بيعملوا كده، والكلام ده ملوش أي أساس لأن سياق الآية ما بيحتملش ده. فلازم نبحث ونشوف ابن عباس قال إيه بالتفصيل وهل يقصد كده فعلا ولا لا. فنلاقي ابن عباس قال سامدون هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنى ولعبوا، وهي بلغة أهل اليمن يقول اليمني إذا تغنى أسمد. أها يعني ابن عباس بيتكلم برضو عن الاستخدام المحرم للغناء مش عن الغناء في المطلق، وما قالش أنه حرام برضو، وده ماشي مع سياق الآية اللي بتكلم عن إن الكفار كانوا إذا دعوا إلى القرآن أعرضوا عنه وانشغلوا بالله وباللعب. شبه قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كمان نقطة مهمة، لو الآية دي دليل على تحريم الغناء، طب ما تعالوا كده نشوف السياق بالكامل. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. لو هتقول إن المقصود هنا هو الغناء وده دليل على تحريمه يبقى الضحك حرام كمان لأنهم كانوا بيضحكوا برضو، فهل الضحك حرام؟ وبكده نبقى استعرضنا أشهر الأدلة من القرآن اللي بيستدل بيها اللي بيحرموا الموسيقى والغناء، وخلاصة الكلام فيها كلها إنها لا يصح الاستدلال بها على التحريم لأنها لا فيها أمر أو نهي ولا فيها ذم مباشر وصريح للموسيقى والغناء، ولكن تم تأويل الألفاظ وإخراجها عن سياقها عشان نقول إن المقصود بيها الموسيقى والغناء. وحتى لو صح التأويل فكل الآيات ذمت استخدام الحاجة دي في استخدامات محرمة، ما ذمتش الحاجة دي في ذاتها في المطلق كده، اللي هو حكم ينطبق على أي حاجة حلال لو تم استخدامها في الحرام تصبح حرام، وده حكم عام مش خاص بالموسيقى والغناء بس. يعني الخلاصة مفيش دليل من القرآن يثبت تحريم الموسيقى والغناء. أما السنة بقى فدي هنناقش أدلتها بالتفصيل برضو في الحلقة الجاية إن شاء الله. نشوفكم على خير.